فقمت من مكاني فزعا خائفا دنجتشي كتكمتكبت شبانته نرستو هي سو قومو تنسا ومشيت اربع خطوات ارتر من جوچن ترمدكو ودخل علي اهل البيت بتسبوچ تندردو سيغمو فلما راوني قائما جلسوا يبكون قومي ساوي قچ بلو منفقفق جمرو ولا ادري هل كان فرحا على ممشاي أما على ذلك الطفل الذي سكب عليه هذا الحرب يهتكس شيء بتدفع به لج يهون مالك صوت أن يكون ميبا من رامد يدستهون على وكم بتشالك صنبر الله سبحانه وتعالى لمن ينسمي قريش شباك نبر ربت منك ساكس جمرا الله دعاي انتكبلي إيه يا الله سقات الزبلينو أهم مسجد استمي سمي ساكس سكوالا سبحان الله الله يجيب تمهل ذكمحل كسببه هلا كمكياتو تشولا كمتوصل يمجمرياو الدعاء يسماين برمان كواكواتنو الله ان اندي ادنا مما صنوا جاء في روايه ان سعيد بن الانبسه سعيد بن انبسه واستلالف وزغب علي قال بينما رجل يعبث بالحصى عند سو عندي بتطر يتجاوت ياله اذا رجعت حصاه فدخلت في اذني اتش تطر تملستشنا جرو وسط جباچبت فبقيت مده من الزمن وهي تؤلم ايام ممچو للزمانات جرو وسكويچ تام تاسقايو نبره ذات يوم وبينما هو جالس اذ سمع رجلا يقرا عندي كچ بلو يال منجدار عند سو قران سي سما سما سيقرا سماوي سو ينسو من الى القران لي ام يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء كان انت مالكتنا ويس يه كجنقطاچو مضطر يونه سو تجنقو دعاء سيادرغ امي سماو الله ويكشف السوء مطفون نجر كبلاياچو ميغفترو يبلطال ويس امي لو دانكس سي سما يسو من اله فقال ذلك الرجل يا ربي انت المجيب وانا المضطر جيتاي انت نه دعاء متقبلو يتجنقكوت مني ني فكشف ما بمنضر ياللبنين جنقت غففلني يا ربي انت المجيب وانا المضطر فكشف ما بمنضر كني لي يلن شجر غففلني بلو يسيونتون ود الله تمسنا يقول لي سو ان كسدي تملكته سو من الهلال فنزلت الحصاه من اذنه كجورو ويتشي تطر يتنكبال ليلتش وطاتش نزلت الحصاه في الحال ان دعيا درجه تنكبال ليلتش تطر كجورو وطاتش سبحان الله الله سبحانه وتعالى يلمن يلمن يقبلال وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول نبي مونة تناقروا هينسلوا إن الدعاء دعاء ينفع مما نزل يورد بلا لما ملس دعاء يتكمل ومما لم ينزل يالورد مقنا كلا الله ميوسنون فعليكم عباد الله بالدعاء إن أنت الله باروج بدعاء تبرات إلى اللو رواه الترمذي وحسنه الألباني إذن بدعاء مبراتات متنكر اللب أموال ودع الله الجوجه ننسى يتمم زمدال الجه ننسى يقول أحد المؤذنين أحد المسجد أنجار الله عند يمسجد مؤذن أزانا دراجي سل عند قربيتو عند تاريك تكسى إنه أصيب بشلل نصفي وقد انشل لسانه تماما فتعطل عن الكلام عند قربيتو عند مسجد مؤذن سونة شبه هنا ملاسو معبرو ددا هنا من ناقر الشلم كباد هممني تمامو وفي يوم من الأيام زرنا ذلك المريض بعد أن أمضى مدة من الزمن يسو لبزوك زي ملاسو تقولاتفو من ناقر الشلم لبزو زمن كتك أمت أبو هلا عندي لزيرون لقربيت حق النتي لزيرو سيهد فإذا به يتكلم وينطق ويحرك لسانه بطلاقه ملاسو نافتاتو ينقرال بدن بسوچين يتشاوذال تكرم كنا فسألناه عن سلهوني توطيقنا فقال السمال سمال اسمنا على سموت ان انت بشت علي الله يقول انني اتجهت بأكف الى السماء انيكو بمدافي ودع الله تكتات چنو يسماين برانكو اكو چنو ولم استطيع ان احرك لساني ولو بحرف دعا سارقياني ملاسين كمان كسار كنا مبر ولكن لسان قلبي ناجى ربه وظرفت دموعي بقلبي الله ننقركوت
انباوتشي كنت علي فسسو على خدي وكنت وقتها اقول يعني انباي يفسس ملاسين ببلين بقلبي الله نيه تمسطرك بيالكوت اللهم ان لساني تعطل عن ذكرك جيتاي ملاسي انت كما استوس صرافتا اللهم حرك لساني واجعلك ينطق بالذكر والشكر انت جيتاي ملاسي انت بما استوس بما مسجن منك ساكس ادرجلي اللهم اعيد لي كلامي حتى استطيع ان اسبحك واستغفرك جيتاي اندبتين ملسلني انت مهرت عندك انت نندلمنه انت ندعوسا ندشل باك فتحلني الكوت فقال ما هي الا ايام وياتيني الفرج من رب الارض والسماء ثم تكلمت ونطق لساني كزام تنش كان مالكويو الله سبحانه وتعالى ملاسين فتحلني ايو ندمتاني يتجاوتكن يا ارحم الراحمين قيتاتشين يالبن بشته الله نسالن نبي صلى الله عليه وسلم ان حديث لمن يلالو إن لله ملكا موكلا يؤمن ويقول لا الله كو يوكلو يسكمت عند ملائكة عند باريا يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثا سوستكزي يا أرحم الراحمين بلو سوستكزي الله إيهم بلو كتروا قال الملك له إيه ملائكة يتوكلوا من يقول إن أرحم الراحمين يا أزانيوش أزانيكو قد أقبل إليك فاسأل ودان تمتوال لم نبست أحليلا لسماه زجنو لم نويل عليه ملائكة كما أخرج حاكم في المستدرك وصحه الله سبحانه وتعالى يا زني وشن أزني لأن ما صنوا الجبل يا من ترى كما عليك الدين حقيقة حاجات بزنو قم شو أداو استزفك وعل يا أنت إداي تجعج عن سو من أنت من أنت أنت في ظل النهار وهم الليل أنت كنست بالي داوتشين يبدرون ستاي بفرحات بموارد وستنا بللي تدقم يسودا تشكم إياك تشنكة وستنا هلا قرأت باب السماء يا الله انبرات تنقوكو من دي الله انا تلمنا من دي أخرجوها أبو داود من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد ذات يوم أبو سعيد الخضري بسلالف حديث لي نبيه صلى الله عليه وسلم عندي مسجد سيقبو كصلاة وقت وج فوجد رجلا من الأنصار اسمه أبو أمامة عند أبو أمامة مبال كأنصار قوسى هنا يمدينة نوارين سو مسجد استعقنيت فقال يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة أنت أبو أمامة منو كصلاة وقت وج مسجد استعيها اللوساء قال يا رسول الله يا الله ملك تنيا هم أم لزمتني چنكت كبوني وديون أثقلتني دين إدا كبوني كونو يا الله ملك تنيا تجنوني مسجد قبتشنو على تشو قال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا من علوت أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى الله عنك دينك دعاء لا استمره من دي إهن دعاء يا الكوكزي الله سبحانه وتعالى كانت لي يا لنچنكت يا صغر الله هل ادهن مكفل لهم دعاء لا استمر اهلوت قال بلا يا رسول الله اكون استمرون يا الله ملك تنيا قال قل بلهبل اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك اللهوي كحرام نقر حلال ستحبك كن وبفضلك عن من سواك دقموم سقهن ستهن ليلو چندي چكت چكون يادرق قال قلت ذلك ايه النبي استمرون دعاء الجنان سجع الله اللمنك فأذهب الله عني همي وقضى الله ديني الله سبحانه وتعالى شقرين قفف لي دين مكفل لي يا الله سبحانه الله فما لجأت إلى ربي بمعضلة إلا وجدت جانب اللطف منفتحا ولا تضيك أمر فاستجرت به إلا تفرج باب الضيق وانفتحا من نقرت أبوي ود علامات علامات جيتا على كأنهم يئزنت بر تكفتو ياغنيوت بيون انجي انت اده يالب تبدري سرچاد قبله بادا وسط ياله من وي سماين بررسهو هلا قرات باب السماء يا من تبحثون عن الوظيفه ان انت صرا فلاقيوچ صرا متفلقوت ايها الشاب انت وطاتوي لماذا طرقت
الأبواب كلها ونسيت باب الله من كل برا انكواكوا.